الأرضي. ما شاء الله واسع. صحيح باكل. دي صالة. ودي ممكن تعمل هنا غرفة، أو قصدي غرفة طعام أو مطبخ. الملتين مفتوحين على بعض، انتوا عارفين. وهنا في، لا ممكن مطبخ ممكن حمام، بس هو شكل المطبخ أفضل يعني. ممكن حد يتشال وتفتح لمحته، بس صالة كبيرة، بس سلم واسع جدا. ده هنا دلوقتي احنا في الطابق الأول. طبعا البيت متوزع بطريقة ذكية جدا. دي عندنا غرفة، تمام، ودي الغرفة التانية. طبعا الغرفتين دول مفتوحين على بعض، فاحنا ممكن يتفصل بحيث يبقى واحدة غرفة والتانية ممكن تبقى صالة. ممكن يتعمل هنا حيطة كده، حيطة دي كده، حيطة تبقى دي غرفة ودي اللي احنا فيها واقفين فيها صالة. أو ممكن يتعمل فيها غرفتين، لأن تحت عندك الصالة ممكن تستفيد منها تحت. الغرفة دي اللي موجودة، أو خلينا نقول احنا الغرفة اللي هنا دي، برضه فيها مكان جاهز الحمام. يعني الحمام أهو جاهز، بس تركيب حمام. وممكن يتعمل كلها صالة، لأنه ما شاء الله فيها غرف كتير. شوف الإطلالة عاملة إزاي من هنا، إطلالة ما شاء الله جميلة جدا، من أجمل الإطلالات في البوسنة. كده دول هنا بقى عندنا فيه غرفتين أيضا وفي حمام ليهم. ده الحمام، حمام واسع كبير. وهنا دي الغرفة التانية. ممكن تعمل غرفة نوم بس، أو غرفة الأطفال. الفيو بتاعها جميل كذلك ما شاء الله. وهنا عندنا غرفة تالتة. لو تلاحظوا إن الكهرباء كلها واصلة تقريبا. دي الغرفة التالتة. شوف الميزة في البيت، السقف، ارتفاعات السقف عالية جدا، والكهرباء تقريبا كلها جاهزة، كلها بوكسات جديدة وكل حاجة جديدة. دلوقتي هنطلع فوق. طبعا هنطلع من السلم هنا. هو في اقتراح ان السلم ده يتم الغائه، يكون هنا في حمام الغرفة اللي بره، ويتعمل مدخل الدور اللي فوق ده من هنا، المدخل بتاعه من هنا. احنا كده كنا داخلين المدخل الجديد، باب من هنا. عندنا في هنا كده دي غرفة. طبعا ممكن نطلع بالسقف شوية، فبالتالي هيزيد. هبعت لكم برضو المخطط الداخلي. ودي كده صالة، ماشي. وده هنا كده عندنا دي غرفة كمان. الغرفة دي طبعا لما تكبر السقف ما يرتفع تبقى غرفة جميلة مستطيلة نفس الغرفة التانية. وهنا عندنا حمام هيكون موجود، حمام. وفي عندنا غرفة دي التالتة. طبعا الإطلالة جميلة هنا، والهواء جميل جدا، والريحة ما شاء الله، ريحة الجو الزراعي ده جميل جدا، الهواء الزراعي. طبعا احنا عشان في بداية الربيع، فطبعا الأشجار زي ما انتم شايفين لسه ايه، محضرتش، ولا كل ده بيكون أخضر بعد كده. في المنظر خصوصية تامة. ده السقف جديد كامل. طبعا هتلاحظوا الارتفاع اكتر من 3.5 متر. طبعا الحاجات الكهرباء كلها جديده زي ما انتم شايفين. طبعا البيت اللي بره حالته كويسه، ممكن يتعمل له بس تجميل لون. ده هنا جنب البيت شايفين ما شاء الله الحيطه مبنيه ازاي، يعني حاله البيت كويسه. زي ما قلنا لما البلكونه هتوسع من هنا هيزيد معانا المساحة اللي هنا، ممكن نكبرها لأن اوريدي السقف موجود، يعني فقط هيتعمل حوائط هنا. طبعا الأرض بتاعت البيت بالكامل هي 4 دونم. البيت هنا موجود قائم، وفي ترخيص تاني هنا تحت، في ترخيص هنا المنطقة دي، يبقى عندنا نجمتين، وبقيت 4 دونم بالكامل عندك مساحة فاضية.
مش ممكن تستخدمها، كهرباء واصله وكل حاجه واصله، تسكن فورا يعني تعدل وتسكن فورا. هنا مدخل خاص جراج، ودي برضه المباني كلها تبع البيت. ممكن تعمل هنا زي جراج، تعمل مخزن خارجي، يتعمل العاب اطفال، يتعمل جلسه حريم، كل حاجه فيها خصوصيه تامه جدا. البيت مع الأرض مساحة ممتازة، يعني اللي عاوز ياخد أرض مساحتها 4 دروم مع بيتين، والحديقة ممكن تستفيد منها بقى ألعاب أطفال، تحط فيها مسبح، تعمل فيها اللي أنت عاوزه. سعر ممتاز صراحة، السقف جديد زي ما أنتوا شايفين بالكامل.